عايزين نعرف ازاي بنعرب الضمائر. اعراب الضمائر يعني ايه ضمائر؟ الضمير في ضمائر بارزه. يعني ايه بارزه؟ يعني ليها صوره، لها صوره في الكلام، موجوده بارزه، موجوده قدامي. وفي ضمير مستتر، مش موجود، مستتر مختفي. لما اقول لك استتر يعني ايه استتر؟ يعني اختفي. فالضمير ده مستتر يعني مختفي. ففي ضمائر ظاهره بارزه، البارزه يعني ظاهره في الكلام. اللي ظاهر قدامي ده في منه منفصل، يعني منفصل مفصول عن الكلام، وفي منه متصل، متصل بكلمه، ملزوق في كلمه. الضمائر المنفصله في منها ضمائر اسمها ضمائر متكلم، وهم اتنين بس، لو بتكلم عن نفسي هقول انا مثنى او جمع يبقى نحن. وفي ضمائر مخاطب، المتكلم انا ونحن. لما خاطب حد لو مفرد اقول له انت بالفتحه، لو بنت انت بالكسره، خلي بالك الفرق ما بينهم فتحه وكسره بس. لو اتنين انتما، طب جمع انتم، بنات انتن، لو جمع مذكر انتم وجمع مؤنث انتن. الضمائر الغائب لو ولد هو، بنت هي، اتنين مذكر او مؤنث هما، وبرضه هنا في المخاطب اتنين مذكر او مؤنث انتما، انتما ولدان، انتما بنتان عادي، وهما برضه مع المذكر والمؤنث. في الجامع مع المذكر هم والمؤنث هن. دي اسمها ضمائر منفصلة، متكلم أو مخاطب أو غائب. أي ضمير، أي ضمير منفصل، متكلم أو مخاطب أو غائب، ريح نفسك، بنعربه كده: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. بنعربه إيه؟ ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ واللي بعده خبر. أي ضمير، أي ضمير من دول، أي ضمير منفصل، ما عدا ضمير واحد مش بيجي لنا كتير أصلاً، اللي هو ما عدا الضمير إياه، هنقوله دلوقتي تاني. يبقى خلينا اي ضمير منفصل بيكون ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا واللي بعده خبر. هتقولي طيب معلش لو جه مثلا وقال هم يلعبون، اعرب يلعبون خبر؟ هي خبر جمله فعليه، ما احنا عرفنا خلاص ان الخبر مفرد وجمله وشبه جمله، هي هتبقى خبر بس بعربها عادي فعل مضارع. لو قلت مثلا اهو علشان برضو ما نشغلش دماغنا، لو قلت هم يلعبون، يلعبون دي مبتدا، ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا. يلعبون ده فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع ثبوت النون لانه فعل من الافعال الخمس. واو الجماعه ضمير متصل مبني، اهو ضمير اهو، ما انا قلت ان الضمير ممكن يكون منفصل او متصل. هنا واو الجماعه هنعرف دلوقتي انها فاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، الجمله الفعليه كلها خبر في محل رفع خبر. خلصنا من الضمائر المنفصله، ناخد الضمائر المتصله. المتصلة ممكن تكون متصلة باسم، أو كتاب دي اسم وفيها ضمير كتابه، ممكن يجي بعد فعل يلعبون، أهي يلعب فعل والواو ضمير متصل بفعل. ممكن يكون بحرف زي إلى إليك، على عليك، على حرف جر، وده اسمه ضمير متصل. يبقى دي اسمها كلها ضمائر بارزة سواء منفصلة أو متصلة، وعرفنا اسمها بارزة إنها ظاهرة، ظاهرة في النطق. انما لو مش موجود اصلا بيكون ضمير مستتر. ممكن يجي يقول لك استخرج ضمير مستتر وقدره، هتلاقيه بعد فعل. شوف فعل يكون الفعل مش موجود، اكتب اهو، اكتب ولا اكتب دي خلاص احنا عرفنا طالما الهمزه موجوده يبقى دي قطع، يبقى المضارع اكتب، يبقى اقول له هنا ما هي لو الهمزه مش موجوده هيكون الضمير المستتر تقديره اكتب انت، الهمزه موجوده يبقى تقديره انا، اكتب انا الدرس. نعرف نعرف نحن اهو، يبقى انا كده لما يجي يقول لك استخرج ضمير مستتر وقدره هقول له نعرف فعل مضارع، اهو الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، الفاعل ضمير مستتر تقديره انا. الفلاح يزرع، مين اللي بيزرع؟ اوعى تقول الفلاح، الفاعل ما بيجيش قبل الفعل، يزرع هو. الفلاح مبتدا وده خبر جمله فعليه، يزرع فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يبقى انا استخرجت الضمير المستتر وقدرته، تقديره هو اللي هو الفاعل، فاعل يعني. تساعد، هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، تساعد هي امها. يبقى بسهوله جدا اقدر اجيب الضمير المستتر. الفكره هنا بقى في اعراب الضمائر المتصله، دي هنتكلم عنها شويه. احنا قلنا خلاص كل الضمائر المنفصله في محل رفع مبتدا، لانه اصلا ممكن يجي يقول لك هات ضمير في محل رفع، اي واحد من دول، كل الضمائر المنفصله في محل رفع، وهنا لا ضمير متصل. لو قال لك هات ضمير في محل رفع هات له اي ضمير منفصل. طيب لو قال لك ضمير في محل نصب او ضمير في محل جر، هنكمل بقى مع بعض. هنا ايه ده في محل نصب، الضمير ايه بيكون في محل نصب مفعول به. لما اقول في قوله تعالى اياك نعبد،
إياه تعبدون، ده هنا بيكون ضمير منفصل، ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به الوحيد، وبقية الضمائر كلها ضمائر رافعة، ضمير في محل رافعة مبتدأ. عايزين نعرف بقى الضمائر المتصلة. الضمير المتصل قبل ما تعربه هتشوف هو متصل باسم ولا فعل ولا حرف. مش احنا قلنا ان الضمير المتصل اهو، الضمير المتصل ممكن يجي بعد اسم او فعل او حرف. تعالوا بقى نعربه. اول حاجة نبدأ بالاسم، سهلة. اي ضمير اهي ثابت، اي ضمير احفظ، اي ضمير بيجي بعد اسم، اي ضمير يتصل باسم اعرابه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. اي ضمير اهو، المدرسة فصولها نظيفة، اعرب بسرعة، المدرسة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فصول اعرب فصول، برافو، مبتدأ تاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة نظيفة، خبر المبتدأ التاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجملة الاسمية حلت محل الخبر، يبقى جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الاول. الكلام ده كله قلناه قبل كده. الفكرة هنا بقى في الضمير اهو، ده ضمير لما اجي اعربه اشوف جاي بعد ايه. الضمير المتصل قبل ما تعربه لازم تحدد هو اتصل باسم ولا فعل ولا حرف. فصول دي اسم، يبقى على طول ثابت ثابت. اي ضمير الكلام ده اهو ثابت ثابت ما بيتغيرش. اي ضمير يتصل باسم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. اي ضمير يتصل باسم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. وفي الجملة التانية، المعلم مبتدأ، شرح مبتدأ تاني، جميل خبر المبتدأ التاني. الجملة الاسمية هنا شرح دي اسم مش فعل. الجملة الاسمية في محل رفع، يبقى الجملة هنا محلها الاعرابي في محل رفع خبر. شرح دي مبتدأ تاني. الهاء الضمير ده اي ضمير بيتصل باسم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى عرفنا خلاص ان اي ضمير بيتصل باسم بيكون في محل جر مضاف اليه. طب لو اتصل بحرف عادي، لو اتصل بحرف جر هيكون اسم مجرور، يعني ضمير في محل جر. يعني لو قال لك ضمير رفع او ضمير في محل رفع اي ضمير منفصل، قال لك ضمير في محل جر مثلا اي ضمير يتصل باسم في محل جر مضاف اليه، او بعد حرف جر الى على في، اي ضمير يتصل بحرف الجر برضه هيكون ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور لانه جاي بعد حرف جر. يبقى انا بسهوله جدا جبت ضمير في محل جر. طيب خلي بالك برضه قبل ما نكمل الضمائر، لو اتصل بالنواسخ، لو اتصل بكان واخواتها، ما احنا عرفنا خلاص النواسخ الافعال الناسخه اللي هي كان واخواتها، والحروف الناسخه اللي هي ان واخواتها. لو الضمير اتصل بكان هيكون اسمها، اسم كان. طب اسم كان بيكون، اسم كان بيكون مرفوع. طيب لو اتصل بان هيكون اسمها، واسم ان بيكون منصوب. نخلي بالنا لان هنا لو اتصل بكان هيكون ضمير رافع، لو اتصل بان هيكون ضمير نصب. لما اجي اقول مثلا كانوا مجتهدين، اهو كان دي فعل ماضي ناقص ناسخ، الواو هنا اتصلت بكان، يبقى اي ضمير هيتصل بكان هيكون اسمها، هيكون ضمير رافع. يبقى هقول له ضمير متصل مبني في محل رافع اسم كان. انما لو اتصل بان، انه مجتهد، يبقى مجتهد دي خبر ان والهاء دي اسم ان، ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ان. عايزين نكمل بقى الضمائر. احنا عرفنا خلاص في الضمائر المتصله لو اتصلت باسم او لو اتصلت بحرف. لو اتصل باسم بنعربه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. طيب لو اتصل بفعل، يبقى دي مهم جدا. لو اتصل بفعل اهو، الضمائر المتصله بفعل لو جاي بعد فعل. لو اتصل بفعل هيكون يا اما في محل نصب يا اما في محل، لا نغير دي، في محل رافع. امتى بيكون في محل نصب؟ لو كان ضمير من ضمائر ناهيك. مين ضمائر ناهيك؟ اهو نا المفعولين، ها او نا، والها والياء والكاف. اهو نا المفعولين، الها هاء الغائب، الياء ياء المتكلم، الكاف كاف الخطاب. لو لقيت فعل جه ضمير من ضمائر اسمها ضمائر ناهيك، لو فعل اتصل به ضمير من ضمائر ناهيك، الضمير ده هيكون في محل نصب مفعول به، هيكون في محل نصب مفعول به. اي ضمير تاني غير ضمائر ناهيك هيكون في محل رافع فاعل. سهله سهله اهو. لو قلت مثلا اعجبنا الكتاب، النا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.
هاء الغائب أعجبه أعجبها أعجبهم، الضمير في محل نصب مفعول به. ياء المتكلم أعجبني، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. كاف الخطاب أو الكاف، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. أي ضمير غير ضمائر نهيج بيكون في محل رافع فاعل. لو قلت كتبت، كتب ده فعل ماضي، التاء الفاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. نا الفاعلين او كتبنا الدرس، هتقول لي ثانيه واحده، ما هو في هنا نا وهنا نا، ايه الفرق ما بين نا المفعولين ونا الفاعلين؟ نا الفاعلين بتكون في محل رفع فاعل، دي الفاعل، انما هنا في محل نصب مفعول به، دي في محل نصب مفعول به. هتقول لي طيب اعرف افرق ما بينهم ازاي؟ اسال، اسال الفعل كتب، مين اللي كتب؟ احنا. لو الاجابه احنا يبقى دي الفاعل، كتبنا الدرس، احنا اللي كتبنا، تبقى في محل رفع فاعل. انما هنا مين اللي اعجبنا؟ الكتاب مش احنا، لا يبقى هنا في محل نصب مفعول به. طيب نون النسوه، هن كتبنا الدرس، الف الاثنين، واو الجماعه، ياء المخاطبه، ما احنا عارفين طبعا ان اي فعل مضارع يتصل به ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة بيكون فعل من الأفعال الخمسة، بيرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. يبقى هنا يكتبان مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون. الضمير ده هو ده الفاعل، ألف الاثنين ضمير متصل مبني، على طول بعربه إيه؟ ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أي ضمير من دول؟ ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. لو لقيته من ضمائر ناهيك، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. اي ضمير اهو يتصل بالفعل، احنا بنتكلم خلاص عن الفعل، اي ضمير يتصل بالفعل لو لقيته من ضمائر ناهيك بيكون في محل نصب مفعول به، اي ضمير تاني بيكون في محل رفع فاعل. وبنفرق برضو ما بين نا الفاعلين ونا المفعولين بالجمله اللي قدامنا. لو قلت اكرمنا اخوك، اكرمنا اخاك، ايه الفرق هنا؟ لو بصيت لاخوك هتلاقيها مرفوعه، طالما مرفوعه يبقى ده الفاعل، ده اللي اكرمنا، يبقى مين اللي اكرمنا؟ اهنا. مين اللي اكرمنا؟ لا مش احنا، ده اخوك هو اللي اكرمنا. يبقى دي الفاعل، او فاعل مرفوع وعلامه رفع الواو لانه اسم من الاسماء الخمسه، والنا دي هتكون نا المفعولين، احنا اخوك هو اللي اكرمنا مش احنا اللي اكرمناه. يبقى نا المفعولين هتكون في محل نصب مفعول به، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. وهنقول اكرمنا، اللي قبلها هيكون فتحه، أكرمنا، أكرمنا الله. لو لقيت الفعل قبلها مبني على الفتح أهو أكرمنا، لو مبني على الفتح يبقى النادي نا المفعولين مفعول به. إنما لو لقيتها ساكنة أكرمنا، زي كتبنا الدرس، لو ساكنة هتكون دي اسمها نا الفاعلين، وهتكون في محل رفع، في محل رفع فاعل. وأخاك أهي منصوبة لأن فيها ألف، دي مرفوعة بالواو، أخوك منصوبة أهو أخاك، دي مفعول به. ممكن برضو ما يجيبلكش، انا عرفت هنا من كلمة اخوك وكلمة اخاك، ممكن ما يجيبش، يجيب مثلا اكرمنا الله، مين اللي اكرم؟ اكيد مش احنا، ربنا اللي اكرمنا. اهو مثلا اكرمنا المعلم، طب انا اعرف احنا اللي اكرمناه ولا هو اللي اكرمنا؟ يبقى خلي بالك من التشكيل، هي اكرمنا ولا اكرمنا، لان لو الفعل مبني على الفتح هتكون المفعولين في محل نصب مفعول به، مبني على السكون هتكون الفاعلين، ونا الفاعلين في محل رفع فاعل. التدريب اللي عندنا هنا هتقرا القطعة كويس جدا، اعرب الكلمات اللي تحتها خط، وهتستخرج ضمير في محل رفع، ضمير رفع. عرفنا خلاص ضمائر الرفع، اي ضمير منفصل في محل رفع مبتدا، وعرفنا خلاص الضمائر المتصله، اشوف لو متصل باسم هيكون ضمير جر في محل جر مضاف اليه، لو اتصل بحرف جر هيكون ضمير برضو في محل جر، لو اتصل بفعل هشوفه هو من ضمائر ناهيك يكون في محل نصب مفعول به، اي ضمير تاني هيكون في محل رفع فاعل. هاد ضمير رفع وضمير نصب وضمير جر، ضمير منفصل وبين نوعه، عرفنا الضمائر المنفصلة، بارز متكلم ولا مخاطب ولا غائب، وتجيب ضمير مستتر، وعرفنا ان الضمير المستتر بيكون بعد فعل، بيكون الفاعل مش موجود، يبقى اقول له هنا الفعل والفاعل ضمير مستتر تقديره وتقدره.